السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي الزراعي جميع المجالات، أهلا ومرحبا بيكم في قناتكم قناة مصر للتعليم الفني، وأهلا وسهلا بيكم في مع أسرة نحل العسل وأوضة القصد بالقناة. طبعا احنا مش غرب عن بعض، اتعلمنا العام السابق على العمليات اللي بيقوم بيها النحال في منحله، واتعلمنا وقلنا على أساسيات نحل العسل ودوت القز اللي احنا درسناها السنة اللي فاتت، وعرفت برضو ان قدامك مشروعين من المشاريع الصغيرة اللي بتنادي بيها الدولة وبتقف عليها وبتقف في تنفيذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ان انت تستفيد، والاستفادة دي احنا حسينا بيها من تعليقاتكم ومن أسئلتكم اللي جات لنا السنة اللي فاتت على مدار العام. لو اتكلمنا على منهج الصف الثالث الثانوي الزراعي هذا العام في مادة النحل ودوت القز، هنتكلم أول حاجة أو هتدرسها اللي هي مراجعة على ما تم شرحه ودراسته في العام السابق. أنا جاي النهاردة أعرفك على مادة نحل العسل اللي انت هتدرسها السنة دي ان شاء الله. اول حاجة هتكلم على العمليات النحلية على مدار العام. يعني ايه عمليات نحلية على مدار العام؟ يعني في شهر يناير هتعمل ايه، في شهر فبراير هتعمل ايه. العمليات بتختلف من شهر الى اخر حسب الظروف الجوية وحسب قوة النحل عندك، بتختلف العمليات النحلية. يعني زي ما قلت لك السنة اللي فاتت التشتية بتتم في شهر 12 عند ما بيكون الجو برد. يبقى العمليات النحلية اللي بتتم في شهر 12 اللي هي أولها على طول التشتية، وبتبدأ كمان من آخر 11. طيب بعد كده كل شهر مختص فيه عمليات غير الشهر التاني، يبقى أنا مقدرش أعمل تشتية في شهر 4 أو شهر 5 من العمليات النحلية برضو اللي هي مقاومة الأمراض ومقاومة الآفات. لما تيجي مثلا آفة زي دبور البلح بقاومها إمتى؟ بقاومها أثناء خروج دبور البلح على المنحل بتاعك واللي هيضره. طب بيخرج إمتى دبور البلح؟ بيخرج في شهر 4. ده بيجيلك على طول سؤال في الامتحان، العمليات النحلية التي يجريها النحال مثلا في شهر 3، العمليات النحلية التي يجريها النحال في شهر 5، العمليات النحلية التي يجريها النحال في شهر 11. دي كلها إن شاء الله هنتعرف عليها من خلال دراستنا لمنهج تربية نحل العسل ودودة القز. بعد كده هتكلم تاني موضوع هتكلم فيه وهو فرز العسل. يعني ايه فرز العسل؟ يعني ان انت بتطلع العسل من الخلية بعد ما النحل عمل مجهود كبير جدا عشان خاطر يجيب لك رحيق ازهار ويعمله عسل داخل الخلية. انت بقى بتاخد العسل ده، بتفرز العسل ده. ايه هو العسل؟ العسل زي ما عرفت انت السنة اللي فاتت هو رحيق حلو المذاق بتجمعه الشغالات من الأزهار، بتحوله إلى شراب ناضج داخل الأقراص الشمعية. يبقى رحيق الأزهار أقدر أقول عليه عسل؟ لا، ما أقدرش أقول عليه عسل. رحيق الأزهار في الأول خالص بيبقى رحيق أزهار، بيبقى محلول سكري مخفف. بيجمعوا النحل من الزهرة وبيعملوا بأنزيمات معينة وبيطلع منه نسبة الرطوبة لحد ما بيعملوا عسل. العسل ده اسمه عسل ناضج، اللي هو عسل النحل اللي انت بتشوفه. عسل النحل طبعا بيختلف ألوانه من زهرة إلى أخرى حسب المحصول اللي النحل بيجيب منه رحيق الأزهار. عندما بتيجي بتعرف عاوز انت تفرز العسل، عاوز تطلع العسل من الخلية، في علامات لازم العلامات دي تكون موجودة في العسل اللي انت تفرزه. لازم تكون الأقراص الشمعية مختومة أكتر من تلتينها،
اكتر من ثلثي القرص الشمعي يكون مختوم. يعني ايه مختوم؟ يعني اول ما النحل بيجيب رحيق الازهار وبيحوله الى عسل بيحطه فيه العيون السداسيه اللي موجوده في الاقراص الشمعيه في الخليه بتاعتك. وبعد ما بيحط العسل، والعسل ده بيبقى ناضج وبيطلع منه نسبة الرطوبة، نسبة الرطوبة بتكون في حوالي من 17 ل 18%، بيحط عليه طبقة شمعية رقيقة، دي بيقول لك فيها كده ان العسل ده عسل ناضج. طب لو العسل غير ناضج هيحصل ايه؟ هيحصل فيه مشاكل، زي بالظبط لما ضربت لك مثال وقلت لك لما تيجي والدتك تعمل صلصة بتاعت طماطم بتعمل ايه؟ بتجيب عصير الطماطم وبتحطه على النار لحد ما بتطلع منه نسبة الرطوبة اللي فيه او نسبة المية اللي فيه، وبعد كده بتخزنه ممكن يقعد عندها سنة. العسل برضو كده، النحل كده بيعمل ايه؟ بياخد رحيق الازهار اللي هو محلول سكري مخفف، بيطلع منه نسبة الرطوبة، بيعامل بانزيمات معينة من داخل النحلة عشان العسل ده يفضل ناضج. عشان كده قلت لك قبل كده ان لقوا في مقابر القدماء المصريين وبالاخص في مقبرة توت عنخ امون لقوا عسل، شوف من 5000 سنة لقوه عسل ناضج. العسل ده عسل نحل ناضج، العسل ده كان منزوع منه نسبة الرطوبة، ونسبة الرطوبة فيه اقل من 17%، يبقى معنى كده العسل يقعد عندك ما يجروش اي حاجة. طيب بيختلف مكونات العسل باختلاف المصدر النباتي اللي النحل جايب منه العسل. تركيب العسل الكيميائي فركتوز وجلوكوز زي ما قلت لك 70%، ميه 17% اللي هي ميه بقى دي اللي اقول لك نسبه الرطوبه، نسبه الرطوبه في العسل. يبقى لو الميه ازيد من 17% اعرف ان هيحصل تخمر للعسل. يحصل تخمر للعسل وطعم لاذع للعسل، يبقى العسل ده هيبقى غير صالح للاستخدام الادمي. ولو اكلوا النحل كمان هيجيب له امراض. يبقى كده انت ما تفرزش عسل الا لما تكون الاقراص الشمعيه مختومه، اكتر من تلتين القرص الشمعي مختوم. ليه؟ لانه هيبقى عسل ناضج. لو الاقراص الشمعيه مش مختومه وفرست العسل، العسل مش هيقول لك لا مش هطلع من العين السداسيه، لا هيطلع من العين السداسيه وكل حاجه، ولكن هيبقى عسل غير ناضج. هيحصل له بعد كده ايه؟ هيحصل له ظاهره تخمر، والظواهر دي كلها هنتكلم عليها وهتعرفها عشان تعرف العسل اللي موجود بتاعتك. طيب بعد كده في سكروز وديكسترين بيبقى 10%، باقي العسل بيبقى المواد المعدنية وأحماض دهنية وأنزيمات وفيتامينات. بعد كده هنتكلم على مواسم فيض العسل. يعني ايه مواسم فيض العسل؟ يعني النحل بيجيب العسل امتى؟ بيجيب رحيق الازهار امتى؟ بيجيب رحيق الازهار عند تفتح الازهار، يبقى الزهرة متفتحة يبقى بيجيب منها رحيق الازهار. في 3 مواسم موجودين اساسيين في مصر. اول موسم وهو موسم فيض الموالح. موسم فيض الموالح وهو العسل بيطلع لك بتاع الموالح في شهر 4. الزهرة بتاعت اشجار الموالح بتتفتح في شهر 3، في اخر 3 بيجي النحل بيجيب منها رحيق الازهار، بيتحط النحل ده بتاعك ده في جناين وفي حدائق الموالح عشان يجيب لك فرزة موالح. انا قلت لك العسل بيبقى مختلف طعمه ولونه باختلاف المحصول اللي هو جايب منه النحل العسل بتاعه. يبقى عسل الموالح اول ما بتدوق عسل موالح كده قدامك عسل بتدوقه بتقول ده عسل موالح. ليه؟ لان في طعم الموالح. ليه برضو؟ لان النحل جايب رحيق الازهار اللي عمله عسل ده من اشجار الموالح. تاني موسم اللي هو ده بيبقى في شهر 4. تاني موسم اللي هو موسم فيض البرسيم. زهرة البرسيم بتبقى متفتحة في شهر 5. النحل بيجي على زهرة البرسيم وهو اكتر محصول النحل بيجيب منه رحيق ازهار. بيكون متفتحة في شهر 5
بيجيب رحيق الأزهار بتاع البرسيم ده وبيخزنه وبيعمله عسل. انت بتفرز العسل ده في شهر 6، شهر يونيو. بعد كده في موسم فيض القطن، يبقى دول 3 مواسم. ده بشهر 8 اللي هو لما كان زراعة القطن كانت كتيرة هنا في مصر، كان النحل بيجيب رحيق أزهار كتير جدا، وكان بيبقى فيه عسل اسمه عسل القطن. يبقى في عندي 3 مواسم رئيسية، وده هتعرفها إن شاء الله وهندرسها بالتفصيل في خلال السنة أو في خلال هذا العام. موسم الموالح، موسم فيض البرسيم، موسم فيض القطن. في بقى فرزات إضافية. فرزات الإضافية دي زي إيه؟ زي مثلا فرزة البردقوش، زي فرزة الأعشاب الطبية، زي فرزة حبة البركة. دي كلها فرزات إضافية، ولكن ما اتحطتش في المواسم الرئيسية. ليه؟ لأن ما بتزرعش كتير، يعني في أماكنها بتبقى قليلة. يعني البردقوش ما بيتزرعش في جمهورية مصر العربية كلها. الموائل بتاع حبة البركة ما تتزرعش كلها في كل مناطق جمهورية مصر العربية. يبقى أنا عندي مواسم رئيسية اللي هم الثلاثة دول اللي قلت لك عليهم. بعد كده صور عسل النحل. إيه صور عسل النحل؟ عسل النحل ده إما إن أنت تلاقيه عسل نحل سائل اللي هو في البرطمانات اللي انت بتشوفه، او عسل نحل متبلور. ويعني ايه متبلور؟ هقول لك متبلور يعني ايه دلوقتي. عسل نحل متبلور يعني بتبص تلاقي برطمان العسل بيكون انت بتقول عليه مجمد. لا، هو مش مجمد، هو زي اللي مرمل. يبقى ده انا بقول عليه متبلور. وهقول لك ايه الفرق او ايه اشكال البلورة بتاعة العسل. البلورة دي اما تكون متجانسة او غير متجانسة. يبقى برطمان العسل اللي قدامك هتلاقي ان نصه متبلور، نصه مجمد زي ما بيقولوا، والنص التاني سائل. يبقى ده بلورة غير متجانسة، او بيكون برطمان العسل كله متبلور فبيبقى تبلور متجانس، وبيبقى فيه أسباب للبلورة دي وهنشرحها بالتفصيل إن شاء الله في خلال العام الدراسي. بعد كده في صورة تاني من صور العسل، وهو عسل نحل كريمي. عسل النحل الكريمي دوت بيستخدم في الغالب في الماسكات اللي هم بيعملوهم الستات، ماسكات للوجه. ده عسل نحل كريمي، وهشرح لك إن شاء الله إزاي تعمل او ازاي بتطلع عسل النحل الكريمي في وقته ان شاء الله. في عسل نحل بشمعه، بيبقى برطمان العسل كده بيبقى موجود قدامك ويبقى فيه قطعه شمع. في عسل نحل او قطاعات شمعيه. قطاعات شمعيه بتكون قطعه الشمع بيكون موجود فيها العسل، وبتبقى محطوطه في العلبه كده، وبيكون الشمع ده لونه ابيض وبينزل منه العسل من العيون السداسية اللي موجودة فيه. يبقى ده صور عسل النحل اللي هتدرسها إن شاء الله، أو هندرسها إن شاء الله في منهجنا السنة دي. طيب إيه ظاهرة البلورة اللي قدامك اهي، اللي هي أو التحبب، إما يكون تحبب متجانس على شمال الصورة، على يمين الصورة، وبيكون تحبب غير متجانس على شمال الصورة. يبقى معنى كده ان العسل دوت مش معنى كده ان هو غير صالح، لا، ده نوع من انواع العسل. يبقى اول ما بيتبلور عندك برطمان العسل يبقى تقول على طول ده العسل ده غير صالح. لا، العسل صالح وكل حاجة، ولكن دي صورة من صور العسل بتتوقف على نسبة الجلوكوز للمية. نسبة الجلوكوز كلما زادت سرعة التحبب. نسبة الجلوكوز كلما قلت من العسل كلما قل التحبب. وفي هندرس ان شاء الله التحبب بيحصل ليه، وجود شوائب مثلا في العسل،
وجود حبوب لقاح في العسل، العسل ما تصفاش كويس، لان بعد ما العسل بيتفرز بيتحط في المنضج، المنضج ده هو اللي بيصفي وبينقي العسل، بتطلع كل الشوائب وكل حبوب اللقاح في المنضج من فوق، وبعد كده بيتقشط الطبقة اللي فوق المنضج، وبيبقى العسل ده اسمه عسل مصفي. بعد كده هدرس الظواهر الضارة اللي ممكن تحصل لك في المنحل او تحصل للنحل بتاعك في المنحل. ايه الظواهر الضارة دي؟ اول حاجة في عندي ظاهرة الهجرة وفي عندي ظاهرة التطريد، الاثنين او الاثنين يعتبروا لما تيجي تدرسهم هتبص تلاقيهم الاثنين عكس بعض في بعض الامور. يعني التطريد هتلاقي ان النحل او الملكة اخدت تلتين القوة بتاعت الخلية ومشيت بره الخلية، وسابت لك في الخلية ايه؟ سابت لك في الخلية افراد من النحل صغير السن، ويعني تلت الخلية بالظبط سابتها لك، افراد نحل صغير السن وافراد نحل كبير السن وبيض وبيوت ملكات عشان بتأمن الخلية بتاعتها قبل ما بتمشي. الهجرة بقى، الهجرة عكسها على طول، ان انت بتفتح الخلية بتاعتك ما تلاقيش ولا نحلية موجودة فيها، يبقى تقول على طول حصل لها ايه؟ حصل لها هجرة. يبقى دي من الظواهر الضارة اللي ممكن تحدث عندك في المنحل، ودي المسؤول عنها النحال. المفروض التطريد ما يحدثش عندك في المنحل، في حاجات انت بتعملها في المنحل بتاعك عشان توقف التطريد، عشان ما يتخليش النحل يعمل تطريد. يعني تطريد يبقى معنى كده ان هو هيسيب لك المنحل ويمشي، وهيسيب لك الخلية تبتدي تشتغل بقى من جديد. يبقى انت كده خدت مدة مثلا 20 أو 25 يوم وقفت فيها شغل النحل على ما تعمل لك خلية تاني، وعلى ما تطلع لك ملكة تاني ويتم تلقيح الملكة مرة اخرى. طيب الهجرة، الهجرة النحل كله بيطلع بره الخلية، ما بتلاقوهوش، تلاقي الخلية بتاعتك فاضية خالص، يبقى حصل لها ايه؟ حصل لها هجرة. واسباب الهجرة بيبقى اسباب خارجية خارج المنحل، وهي مثلا الازعاج، المرض، كتر الاصابة بالحشرات، وهتدرس كل الكلام ده ان شاء الله. في حاجة تاني من الظواهر الضارة بالمنحل، وهي السرقة. يعني ايه سرقة؟ يعني النحل بيسرق، النحل بيسرق، بيسرق مين؟ بيسرق بعضه. يعني في خلية قوية وما فيهاش تغذية جوه، وفي خلية جنبها ضعيفة بس فيها تغذية. بيحصل ايه؟ النحل بيدخل جوه الخلية اللي هي ضعيفة اللي فيها تغذية عشان يجيب من جوه تغذية، وبيكون بتحدث في الغالب في وقت ما يكونش فيه رحيق أزهار. وده عيب مين؟ برضو عيب من عيوب النحال، لان هو المفروض ان هو يعمل توازن للقوة داخل الخلية بتاع داخل المنحل بتاعه، وبيكشف او بيفحص الخلايا ويعرف الخلية اللي هي ما فيهاش تغذية وبيزود لها تغذية. في ظاهرة تاني وهي ضعف الطوائف. كل الظواهر اللي قدامك دي او اللي قلتها لك دي بتسبب ايه؟ بتسبب ضعف الطوائف. يبقى الهجرة ما بتخليش فيه طائفة خالص، التطريد بيسبب ضعف للطائفة، السرقة بيسبب ضعف للطائفة، الأمهات الكاذبة. يعني ايه أمهات كاذبة؟ يعني الشغالات تضع بيض، يبقى دي اسمها أمهات كاذبة. زي ما قلت لك في سنة تانية الشغالة لما تضع بيض هيخرج منه أفراد ذكور، يبقى الشغالة دي بقت اسمها ايه؟ بقى اسمها أم كاذبة. ايه سبب الامهات الكاذبة؟ اول حاجة ضعف الملكة، او مش موجودة ملكة خالص، اما ضعف ملكة او مش موجودة ملكة خالص، فبتسبب في ان الشغالة بيفتح المبيض بتاعها وبينزل منه بيض. وفي فرق بين البيض بتاع الملكة والبيض بتاع الشغالة، هنعرفه ان شاء الله بالتفصيل في خلال المنهج بتاعنا. في بعد كده هنتكلم على أعداء النحل.
هو النحل ليه اعداء؟ ليه اعداء. اعداء النحل دول اما اعداء حشريه او اعداء غير حشريه. الاعداء الحشريه دي اللي هي حشرات بتهاجم النحل وتسبب ضعف الطائفه او تسبب هجره للطائفه، يبقى انا بتسبب لي اتنين اللي هي الاعداء بتاعت النحل دي. اول عدو من اعداء النحل وهو دبور البلح. دبور البلح ده طالما قلت دبور بلح يبقى العائل الرئيسي بتاعه البلح. يبقى انا لما جيت السنه اللي فاتت قلت لك لما تيجي تنشئ منحل في ظروف لازم تراعيها وفي اجراءات لازم تراعيها عشان خاطر وانت جاي تنشئ المنحل بتاعك، لازم يبعد المنحل بتاعك عن مزارع النخيل. ليه؟ لان النخل، طب ايه 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 ده؟ ايه علاقه النحل بالنخل؟ لان النخل اساسا هو العائل الرئيسي لدبور البلح، ودبور البلح هو العدو الامثل، العدو الاكبر لنحل العسل. يبقى معنى كده ان انا بجيب النحل بتاعي جنب دبور البلح اقول له خد يا دبور كل النحل براحتك، او بوظ الخلايا او اضعف الخلايا. يبقى ده اول عدو من اعداء النحل، وده هندرسه بالتفصيل. ولازم عشان تدرس عدو من اعداء النحل لازم تدرس كل ظروفه، وتدرس هو عايش ازاي عشان تقدر تقاومه، وتدرس هو بيطلع امتى. هتلاقي ان هو طلع في فصل الربيع بالملكات بتاعته، هتلاقي ان هو انتهى وجوده في المنحل بتاعك من شهر 11. طب راح فين؟ حصل له بيات شتوي، عمل بيات شتوي، راح جنب المنحل بتاعك وعمل بيات شتوي وقعد وانتظر فصل الربيع عشان يبقى يطلع لك. يبقى انت هتكافح الدبور البلح ده ازاي؟ هنقول طرق مكافحة دبور البلح ان شاء الله. في حاجة بعد كده اسمها دودة الشمع، دي من الحشرات الضارة اللي هي بتضر المنحل بتاعك وتسبب ضعف للطوائف، بل بتسبب، ممكن تسبب انهاء الطوائف كلها. يبقى دودة الشمع، دودة الشمع ديت من اسمها يبقى اقدر اقول ان هي بتعيش على الشمع. الشمع ده موجود فين؟ موجود جوه الخلية. يبقى بتدخل جوه الشمع، دودة الشمع دي بتدخل جوه الشمع وبتاكل في الشمع وبتبيض البيض بتاعها في الشمع اللي موجود عندك في الخلية، وبتعمل أنفاق في قرص الشمع لحد ما بتنهي على قرص الشمع خالص، ما يقدرش النحل يستعمله تاني. أول ما النحل بيلاقي فيه الأمراض، فيه الحشرات كترت كده عليه، بيحصل إيه؟ بيعمل هجرة، النحل بيموت. يبقى أنت دي كلها ظواهر ممكن هي تقضي لك على المنحل بتاعك. في عدو تاني من اعداء النحل وهو ذئب النحل، ده برضو هندرسه بالتفصيل. في عدو رابع وهو اسمه النمل، اللي هو النمل بتاعك ده، النمل بتاعنا ده، ده برضو عدو من اعداء النحل بكل انواعه. في نمل فارسي وفي نمل عادي، وفي دي كلها هندرسها ان شاء الله. في عدو تاني وهو القمل الاعمى. القمل الاعمى دوت بيجي بيقعد على ظهر الملكة، بيمص دم الملكة، وممكن ان هو يتسبب في موت الملكة نفسها. والملكة عندنا تكونش مرتاحة داخل الخلية، يبقى ما تنتجلكش بيض. انت واحنا درسنا قبل كده برضو وقلت لك ان الملكة ممكن تبيض من ألف بيضة لألف وخمسمائة بيضة في اليوم. فلما ما تبقاش مرتاحة يبقى مش هتقدر تبيض بيض، يبقى كده ضعفت ايه؟ ضعفت الطوائف، الملكة بتاعتك كأنها مش موجودة. يبقى دي كلها حشرات ممكن ان هي تأثر على المنحل بتاعك. يبقى دي اسمها اعداء النحل الحشرية. في اعداء تاني غير حشرية. اعداء النحل الغير حشرية زي تتمثل في طائر، طائر صغير كده لونه جميل جدا تشوفه كده تفرح بيه وتفرح بشكله، ولكن ده اسمه طائر الوروار. طائر الوروار ده بيجي فصلين في السنة هنا وهو معدي الرحلة بتاعته، ما هو طائر مهاجر، وهو بيهاجر بيجي هنا في مصر بيبقى في شهر 4 في موسم تلقيح الملكات.
وبيلقط كده الملكات فوق في الجو وهي بتتلقح، وبيجي بيمنع صروح النحل من داخل الخليه، بيمنع النحل ان هو يطلع داخل خارج الخليه لان صوته النحل عارفه. غريزه بقى، صوته النحل عارفه، فبيفضل النحل متكون داخل الخليه، بيصاب بامراض وهو داخل الخليه من كتر النحل موجود مع بعض في الخليه، يبقى بيصاب بامراض وبيمنع صروح النحل، فبالتالي بيضعف الخلايا بتاعتك. طيب في اعداء تاني غير حشريه؟ اه، في اللي هي الفئران. الفئران ديت العاديه اللي انت عارفها دي برضو بتدخل جوه الخليه، فئران صغيره كده بتدخل جوه الخليه وتتغذى على، بتقرض الشمع وبتقرض الخشب بتاع الخليه، وبتعمل لك مشاكل كتيره جدا في الخليه. في عدو تاني من اعداء النحل الغير حشريه اللي هي السحالي والضفادع، دي برضو كلها. يبقى احنا كده هندرس الاعداء بتاعت النحل اذا كانت حشريه او غير حشريه. بعد كده هنتكلم على امراض النحل. النحل بيصيبه امراض؟ اه بيصيبه امراض. النحل بيصيبه امراض اما للحضنه او بيصيب الامراض للنحل الكامل. امراض الحضنه، يعني ايه حضنه؟ اتكلمنا احنا قبل كده وقلنا الحضنه اللي هي اليرقات اللي موجوده في الخليه اللي هيطلع منها نحل. احنا قلنا التطور بتاع النحل ايه؟ تطور كامل او تطور تام، بيضه يرقه عذراء حشره كامله. فانت تيجي من اول بيضه، البيضه دي هيطلع منها ايه؟ هيطلع منها يرقه، اليرقه هتتحول لعذراء، يبقى دول حضنه. يبقى دي انا بسميها ايه؟ بسميها حضنه. طبعا انت لازم تعرف ان بتختلف درجه الحراره في الخليه الواحده، يبقى مش درجه الحراره كلها في الخليه درجه حراره واحده. دي معلومه ليك انت ومعلومه اثرائيه، هتيجي تبص تلاقي ان درجه حراره البيض حوالي 17 درجة إلى 18 درجة مئوية. يبقى أنت برواز اللي فيه بيض لو مسكته كده وقست درجة الحرارة اللي فيه هتلاقيه من 17 إلى 18 درجة مئوية. برواز الحضنة المفتوحة اللي هي أول ما بتفقس البيض بيطلع منها يرقة، اليرقة دي بتشوفها في العيون السداسية، دي بتكون من 23 إلى 24 درجة. برواز الحضنة المقفولة بيكون حوالي 32 درجة مئوية. يبقى داخل الخلية الواحدة سبحان الله بنقف عند إعجاز ربنا سبحانه وتعالى في خلقه. بتلاقي أن الخلية الواحدة درجة حرارها مختلفة، درجة حرارة البراويز جوه مختلفة، متدرج من البيض مختلفة عن الحضنة المفتوحة عن الحضنة المقفولة. ودي مصطلحات احنا قلناها السنة اللي فاتت ومش هنقدر مش هنفضل نكررها كتير، لأن المفروض الحضنة يبقى أنت عرفت إيه هي الحضنة، يعني إيه البيض، عرفت إن البيض بيتبض إزاي، وعرفت إني موجود في قرص الشمع البيض بيكون شكله إزاي، في اليوم الأول إزاي والتاني إزاي والتالت إزاي. يبقى دي كلها حاجات المفروض إن أنت تكون عارفها من السنة اللي فاتت إن شاء الله، ولو مارست أنت شغلك في النحل هتعرفها وهتفتكرها وهتتذكرها من غير ما أقول لك عليها. الأمراض اللي بتصيب الحضنة، في عندي أمراض خطيرة جدا. أول حاجة تعفن الحضنة الأمريكي، تاني حاجة تعفن الحضنة الأوروبي، ودي ليها مظاهر ودي ليها مظاهر، وهندرس الفرق بين تعفن الحضنة الأمريكي وتعفن الحضنة الأوروبي، وإزاي تعالج إيه مظاهر الإصابة وإيه إزاي تعالج الأمراض دي الله لا قدر لو ظهرت عندك في الخلايا. في بعد كده حاجة اسمها تكيس الحضنة، في حاجة اسمها بروت الحضنة، دي كلها أمراض بتصيب الحضنة اللي هي موجودة عندك في المنحل. يبقى دي الأمراض اللي بتصيب الحضنة. في أمراض بتصيب النحل الكامل؟ آه، في أمراض بتصيب الحشرة الكاملة أو النحل الكامل. إيه هي؟ أول حاجة في مرض اسمه النزيمة. النزيمة ده مرض خطير جدا جدا، ومسببه حيوان أولي بروتوزوا. النزيمة ده بيظهر عندك في الشتاء وليه علاجه، ولازم
تأمن النحل بتاعك وتحصنه ضمن من مرض النوزيما ده. في مرض الأميبا، في مرض الدوزنتاريا، دي كلها أمراض بتصيب النحل ومظاهرها كلها تعتبر فيها شبه بينها وبين بعض، ولكن إن شاء الله في أثناء دراستنا هقول لك إزاي تفرق بين الأمراض اللي هي أعراضها متشابهة، يعني النوزيما والأميبا والدوزنتاريا دي كلها أعراض أو أمراض بتصيب الجهاز الهضمي. فإزاي أنت تعرف إن ده النحل ده عنده نوزيما ولا عنده أميبا ولا عنده ديزنتاريا؟ هقول لك إن شاء الله، بس أنا عاوز أعرفك إيه اللي هتدرسه في المادة بتاعتك السنة دي بإذن الله. في مرض تاني وهو اسمه الشلل. الشلل؟ الشلل ده بتلاقي إن جسم النحلة خد لون بقى أسود، الشعر اللي موجود على النحلة نفسها اتشال، بدأ ان هو يتساقط، خد لون الاسود اللامع، وهي النحلة ماشية بتلاقيها ان هي بتجر الارجل الخلفية مش قادرة تطير، يبقى ده على طول تقول ده عندها شلل. والاعراض دي هقولها لك ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يبعد كل الامراض دي عن النحل بتاعنا. في مرض بعد كده وهو بتسببه أقرصات زي الأكارين. الأكارين ده أنا بسميه بالظبط اللي هو مرض بيصيب الجهاز التنفسي بتاع النحلة نفسها. بيصيب الجهاز التنفسي، بيملى الجراثيم بتاعته، بتملى القناة القصبة الهوائية، ما بيقدرش النحل يطير، لأن سبب طيران النحل الهواء. فالهواء عند ما بيملأ القناة القصبة الهوائية بتقدر النحلة ان هي تطير. فطالما الجراثيم اللي هي بتاعت الأكارين ملأت القصبة الهوائية، يبقى النحل ما قدرش يطير، مش هيقدر يطير. في مرض تاني اسمه الفاروة. الفاروة ده مرض بيصيب الحضنة وبيصيب الحشرة الكاملة، وده مرض خطير جدا، واكتشفوه هنا في مصر او دخل مصر سنة 87، ودلوقتي كل المناحل لازم كل سنة تعمل تحصين ليها، او صاحب المنحل او النحال يعمل تحصين بالاخص للفاروة ده، لانه مرض خطير جدا بيقضي على النحل. طيب، يبقى دي امراض النحل اللي انت هتدرسها ان شاء الله في السنة دي. في موضوع مهم جدا بعد كده وهو تربية الملكات. تربية الملكات من المواضيع الهامة اللي احنا هنتعرض ليها السنة دي، وهتعرف امتى بتربي الملكات وامتى النحل اساسا هو اللي بيربي ملكة. انا قلت لك في السنة اللي فاتت ان الملكة هي ام النحل، يبقى لو مش موجودة ملكة مش موجود نحل. طيب، لو الملكة فقدت في أي وقت أو تحت بأي تأثير أو تحت أي ظروف الملكة فقدت، بقى فيه نحل؟ لا، ما بقاش فيه نحل. الملكة بتاعت الخلية دي فقدت، يبقى الخلية دي اعتبر إن هي نحلها كله انتهى، لأن النحل بيقعد كام؟ الشغالة بتقعد كام؟ بتقعد حوالي 45 يوم مدة حياتها كلها. هقول مدة حياتها غير دورة حياتها. دورة حياتها الشغالة زي ما قلنا 21 يوم، ولكن مدة حياتها وهي عايشة عندك في موسم النشاط بتقعد 45 يوم. طيب، لازم بقى تتجدد. مين اللي بيجددها؟ اللي بيجددها الملكة. طب لو الملكة مش موجودة يبقى في شغالات موجودين؟ لا، ما بيبقاش في شغالات موجودين. يبقى انت كده لازم تحافظ على الملكة بتاعتك. طيب، هنتكلم على النحل نفسه. ممكن ان هو لو انت ما خدتش بالك ان الملكة فقدت او الملكة مش موجودة، النحل هو اللي بيربي ملكة. دي بقى هتدرسها، اللي هي الحالات اللي بيربي فيها النحل بيوت ملكات. اول حالة في حالة التطريد، واحنا قلنا التطريد هي ايه؟ قلناها في الاول خالص، دي من الظواهر الضارة
اللي ممكن تحدث في المنحل بتاعك هي غريزة طبيعية لتكاثر النحل. بتلاقي الملكة زي ما قلت إن هي بتاخد تلتين القوة بتاعتها اللي هي بتاعت الخلية وبتمشي. طيب في الحالة دي الملكة سايبة تلت القوة، مأمنة الخلية بتاعتها، سايبة تلت القوة موجودة في الخلية. بيقوم النحل اللي هو موجود في الخلية ده بتربية ملكة. لو انت كنحال مش واخد بالك، ما انت شيء طبيعي كنحال سبت طرد ان هو يطلع، يبقى مش هتاخد بالك ان الملكة موجودة ولا مش موجودة، يبقى ده جهل من النحال نفسه. يبقى النحال لازم هو يعرف ان الخلية دي هتطرد، ممكن تطرد في خلال يوم او في خلال يومين، في مظاهر بتبقى موجودة في الخلية لازم ان النحال بيعرفها. لو النحال عرفها يبقى مش هيحدث تطريد، يبقى هيتغلب على التطريد. بس جه حصل تطريد، النحل هيعمل ايه؟ النحل هو اللي ممكن يربي ملكة. بيربي ملكة ازاي؟ هقول لك بيربي ملكة ازاي. دي بالطريقة طبيعية، طريقة طبيعية. انا قلت لك ان دورة حياة الملكة كام؟ دورة حياة الملكة 15 يوم. بيشوف بيضة لسه ما فقستش او بيضة لسه فاقسة طلع منها يرقة عمر يوم 24 ساعة او 48 ساعة، وبيغذيها غذاء ملكي، يعني في الغالب بتبقى في على طرف البرواز، على طرف القرص الشمع، وبيغذيها غذاء ملكي، وبيكبر العين السداسية دي وبيخليها شكل حباية الفول السوداني اللي هو البيت الملكي. وبتطلع ساعتها بيفضل بيغذيها غذاء ملكي على طول، لأن الفرق بين يرقات الملكة ويرقات الشغالات، يرقة الملكة بتتغذى طول عمرها على غذاء ملكات، يرقة الشغالات ويرقات الذكور بتتغذى أول 3 أيام بس على غذاء ملكات، وبعد كده بتتغذى على خبز النحل. ومش هقول لك خبز النحل بقى يعني ايه، ما احنا قلناه خبز النحل هو العسل وحبوب اللقاح. طيب يبقى دي اول حاله اللي هي امتى بتربي النحل بيوت ملكات، في حاله التطريد. تاني حاجه في حاله الاحلال. يعني ايه في حاله الاحلال؟ الملكه عمرها 6 سنين. الملكه عمرها كام؟ 6 سنين، ولكن بتفضل شغاله عندك بقوتها وبنشاطها لمدة 2 سنين. بعد 2 سنين دي بيضعف انتاجها من البيض. يبقى النحل بيعرف ان الملكة دي بتاعته بدأت ان هي تضعف انتاجها من البيض، يبقى بيعمل لها احلال، بيخليها قاعدة زي ما هي لحد ما بيطلع، هو بيربي ملكة تاني عشان تطلع، هو عاوز ملكة نشيطة، هو عاوز ملكة نشيطة. طب ليه ان الملكة بتقعد 2 سنين بس وانتاجها بيقل؟ لان مخزونها من الحيوات المنوية ساعة ما تلقحت بدأ ينفذ، يبقى الحيوانات المنوية اللي موجودة داخل جسمها اللي هي بتبيض فيه. طب وايه دخل الحيوانات المنوية بالبيض؟ دخل الحيوانات المنوية قلت لك ان البيض الملقح اللي هو موجود فيه حيوانات منوية هيطلع منه شغالات. الشغالات دول اللي موجودين في الخلية عاوزين الملكة بتاعتهم تبيض بيض ملقح عشان يطلع شغالات، لأن الشغالة هتقعد تشتغل في الخلية 21 يوم قبل ما تسيب الخلية وتطلع عشان تجمع الحاجات اللي بتجمعها من بره، إذا كان حبوب لقاح ولا بربوليس ولا رحيق أزهار ولا مية، لازم يكون موجود في الخلية جوه شغالات صغيرة. يبقى لازم الإنتاج على طول، على طول نحل شغال، الملكة شغالة، كل ما هتطلع دفعة هتلاقي الدفعة التانية، كل ما هتطلع دفعة نحل اللي كانت شغالة جوه الخلية قضت 21 يوم داخل الخلية هتطلع تشتغل بره 21 يوم تاني، ولكن هتسيب جوه الخلية لازم شغالات موجودة جوه الخلية. طب الشغالات اللي موجودة جوه الخلية ايه؟ بتعمل ايه؟ لو افتكرت انت السنة اللي فاتت اتكلمنا على الأعمال الداخلية، يبقى منهج النحل كله مرتبط ببعض. السنة اللي فاتت اتكلمنا على الأعمال الداخلية للشغالات. أول حاجة تنظيف العيون السداسية، تاني حاجة في الأعمار بقى مختلفة، تاني حاجة إنتاج الشمع، إنتاج غذاء الملكات اللي بتغذي بيه الملكة، تنظيف الخلية، حراسة الخلية،
يبقى لو الشغالات اللي اشتغلت اللي كانت موجوده جوه وقضت 21 يوم وطلعت عشان تجيب رحيق الازهار وحبوب اللقاح، لو ما فيش شغالات جوه الخليه صغيره لسه طالعه من العيون السداسيه، يبقى ما فيش اعمال داخل الخليه، ودي عمرها ما هتحصل. لازم ان اعمال الداخليه والاعمال الخارجيه للشغالات هم اللي بينظموها، والملكه هي اللي بتقوم بوضع البيض عشان تنظم العمل داخل الخليه. فده بيحصل احلال امتى بقى؟ قلت لك بيحصل احلال لما الملكه تكبر في السن، لما الملكه ما تقدرش مخزونها من ايه او انتاجها من البيض بيكون قليل، يبقى دي تاني حاله بيربي فيها النحل ملكه. تالت حاله وهي في حاله فقد الملكه. الملكه فقدت باي طريقه من الطرق، فقدت. طب يعملوا ايه؟ لازم يربوا بقى، يربوا ملكه. يبقى دول تلات حالات. اول حاله في حاله التطريد، في حاله الاحلال، في حاله فقد الملكه. يبقى دي تربيه الملكات الطبيعيه اللي هي النحل بيقوم بيها واحنا نايمين على دماغنا ومش شايفين ايه اللي بيحصل في المنحل ده كله. اقول لك ايه؟ عيب نحال. لازم النحال يبقى عارف ايه اللي بيحصل جوه المنحل بتاعه. طيب بعد كده في عندي انتاج ملكات باعداد محدوده، يبقى دي بقى الطرق الصناعيه. في طريقه، في اربع طرق عندي اللي هي تونسيت وبروك والي وميلر. الطرق دي كلها بتعتمد على ان الانسان او النحال هو اللي بيربي الملكات. هتيجي بعد كده هتلاقي بقى طرق انتاج الملكات تجاريا، ده كله هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله، بس انا هعرفك احنا منهجنا هيبقى عبارة عن ايه. طرق انتاج الملكات تجاريا يعني انت مثلا ما ربيتش ملكات، او مش هتستنى 15 يوم لحد ما تطلع لك ملكة وتقعد بعدها اسبوع تاني عشان تتلقح. انت بتروح لمحطة ملكات بتشتري منهم ملكات، اما الملكات دي تكون ملكات ملقحة او عذارة. عذارة يعني لسه ما تلقحتش. اول طريقة من طرق انتاج الملكات تجاريا وهي دوليتل. دي الطريقة بتتحكم في انتاج ملكات ذات صفات وراثية منتخبة، وبتنتج عدد كبير من بيوت الملكات من خلية واحدة، بتوفر الكثير من جهد النحل وبتوجهه لانتاج العسل. بتقول للنحل انت مالكش دعوة انت بالملكات، انتج لي انت العسل. يبقى دي اول طريقة من طرق انتاج الملكات تجاريا. في طريقة بعد كده ودي مهمة جدا وبتجيلك على طول، اللي هي طريقة جينتر لتربية الملكات. الطريقة دي مهمة جدا، ممكن تطلع لك في المرة الواحدة 90 ملكة، ممكن تطلع لك 100 ملكة، ممكن تطلع لك لحد 115 ملكة. بتعتمد على ايه طريقة جينتر؟ الجهاز بتاع جينتر اهو بتاع تربية الملكات، بتربي بيه ملكات ازاي هبقول لك ان شاء الله، لان دي طريقة كبيرة جدا ولازم تعرفها انت كنحال، لازم تعرفها ولازم تعرف في اساسيات يا جماعه في شغل النحل. لازم تعرف تقسم الخلايا، لازم تعرف تربي ملكات، لازم تعرف مهاره تشتيه، لازم تعرف مهاره فحص. في اساسيات لازم تكون عارفها. ما ينفعش ان انت يبقى عندك منحل ومش عارف تشتغل فيه. من الحاجات اللي لازم تعرفها اللي هي تربيه الملكات، عشان ما تحتاجش لحد. خلي ان انت مثلا محتاج ملكات دلوقتي ومفيش مكان فيه ملكات هتشتريها، يبقى الخليه بتاعتك ايه هتحصل فيها ايه؟ الخليه بتاعتك مش هتكون موجوده، خلاص هتفسد. يبقى انت لازم تربي ملكات، يبقى لازم تعرف تربيه الملكات. ده اللي بيسال بيقول بقى ليه احنا مالنا بقى المستر عمال يقول لنا تربيه ملكات مش تربيه ملك؟ لا، لازم تعرف عشان كده، عشان خلي ان الملكه اللي عندك فقدت والنحل ما عملش ملكات، او انت مش مستني النحل ممكن يعمل لك ملكات وممكن ما يعملش ملكات، لانه لو ما عملش ملكة النحل الخلية تعتبر انتهت كده، زادت فيها الامهات الكاذبة، بقى فيها امهات كاذبة، زاد فيها عدد الذكور، خلاص انتهت الخلية على كده. فانت لازم تكون مأمن نفسك ولازم
تعرف ازاي تربي ملكات. طيب اهي الملكات اهي قدامك. الملكه في حاجه مهمه جدا بتبقى حاجه اسمها ترقيم او تعليم الملكات. لو في واحد انت رحت تشتري ملكه منه قال لك الملكات دي ملكات جديده، طب انت مش عارف الملكات دي جديده ولا مش جديده، لازم بتعرفها بايه؟ او هو مش هيحلف لك يقول لك والله الملكات دي طالعه السنه دي، لا 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 ما فيش الكلام ده. ده هو بيرقم الملكه اللي عنده، بيحط لها نقطه لون كده على ظهرها عند الراس كده، بيعرفك الملكه دي سنه كام. بمعنى الارقام دي متفق عليها عالميا، يعني ترتيب الالوان اللي هو ده بقى ايه ترقيم او تعليم الملكات. ترتيب الالوان ابيض اصفر احمر اخضر ازرق، يبقى دي ترقيم الملكات اللي عندك. الابيض بيبقى من السنه الاحاديه، الاحاديه يبقى سنه واحد سنه سته، يبقى 2021 اللي هي السنه دي الملكات اللي هتروح تشتريها من محطة ملكات هيبقى عليها علامة بيضة، و2026 برضو هيبقى عليها علامة بيضة، وكذلك كل اللي موجود عندك. طيب الغرض منها سهولة تمييز الملكة ومعرفة الملكة الأصلية من الملكة اللي بيقوم بها النحل بتغييرها. هنتكلم بعد كده على الحرير برضو في الجزء الثاني من السنة. الحرير، الحرير ده بتطلعوا دود القز، بيبقى ليها خمس أعمار، بيبقى ليها عمر أول تاني تالت رابع خامس. الأعمار الصغيرة دي بسميها من الأول للتالت، دي بسميها أعمار صغيرة. الأعمار الكبيرة اللي هي من العمر الرابع للعمر الخامس. طيب بعد كده بيطلع لك شرانك، شرنكة كده بيتستخدم حل الشرانك بتاعتها، وبعد كده ده دولاب عشان الغزل بتاع الحرير اللي هيطلع لك. طبعا الحرير ده عائد كبير جدا ودرسناه في سنة تانية، وهنكمل السنة دي ان شاء الله على ازاي تطلع الحرير ده. بص عندك كده بيغزل الحرير، يبقى هي دي، ده الحرير الطبيعي هو بيبقى كده، بيبقى سعره عالي جدا 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 ومشروع حلو جدا، بيعتمد على وجود اشجار توت في المنطقة، أو أحيانا بيزرعوا لها دلوقتي حقول توت كبيرة. طيب يبقى كده إحنا استعرضنا المادة بتاعة النحل ودود القز اللي إحنا ندرسها إن شاء الله السنة دي، وأتمنى إن تكون موفق وتدرس المادة بتاعتك دي عشان تعمل بيها مشروع، مشاريع بتكون رأس مالها بسيط جدا وبيكون العائد بتاعها كبير جدا، ومهنة انت بتعرفها من اثناء من دراستك، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنادي بهذه المشاريع. وقلت لك برضو قبل كده ان في نظام الجدارات في التعليم، وده هيطبق ان شاء الله على كل المدارس مستقبليا، بيهتم بالناحية العملية وان انت تكتسب المهارات وان انت تكون انسان ليك قيمة في المجتمع بواسطة المشروع اللي انت بتعمله والتعليم اللي انت بتتعلمه في المدارس الزراعية. نتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، ونتمنى ان احنا نقضي السنة دي ان شاء الله على خير، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالتوفيق ان شاء الله.